I'm not what you think I am. كل فيلم مارفل والناس بخير، وفي الايام المفترجة دي وخصوصا ان تريلر افنجرز 4 على بعد ساعات من الصدور، اتكلم بقى عن بوستر كابتن مارفل. خليني بدون اطالة ومقدمات اتكلم عن الايجابيات، والحقيقة شايفها مش ايجابيات من ناحية الكومبوزيشن او التنفيذ، في جانب ايجابي تاني لازم يبقى موجود في بوستر الفيلم، وهو قدرة البوستر على جذب المشاهد اللي ممكن ما يكونش عنده خلفية عن الفيلم اساسا. وفي وجهة نظري شايف ان البوستر نجح في حاجة زي دي. فبعد فيلم فينوم دي تاني تجربة لمارفل في البوستر الاسترات الرسمية الفردية. تقول لي ايه المسمى الغريب ده؟ اقول لك الحقيقة معرفش، انا لسه جاي في بالي دلوقتي، بس لو بصينا له هنلاقيه متصق كده وعميق، وهعمل لايك لنفسي على الفيديو. انت في العادي بيبقى عندك بوسترات سولو وبوسترات رسمية مجمعة، فكابتن مارفل البوستر التشويقي كان سولو والنهائي سولو برضه، لسبب هتكلم عنه كمان شوية. ده ما يمنعش ان في الايام اللي جاية ممكن ينزل بوستر مجمع فيه شخصيات اكتر من الفيلم، اهمهم هيكون نيك فيوري. هل كابتن مارفل لوحدها على البوستر عشان الفيلم اسمه كابتن مارفل؟ هو بلاك بانثر كان لوحده على البوستر عشان الفيلم اسمه بلاك بانثر؟ الحقيقه انا شايف ان دي حركه ذكيه، ولو ذكيه وصف مبالغ فيه، خليني اقول حركه حلوه وفي محلها. نتفق بس ان محدش الحقيقه مهتم بقصه كابتن مارفل دي حقيقه، كله مستني الفيلم عشان يربطه بانفينيتي وور ويتوقع ايه اللي جاي في افنجرز 4. يعني شوف الكومنتات اللي على التريلر وكميه الناس اللي اصلا مش مهتمه بالتريلر عشان تبقى مهتمه من البوستر، هما بس عايزين افنجرز 4. فانت ما عندكش شريحه مستنيه تفهم القصه عشان تطلع لهم اهم شخصيات في الفيلم على البوستر. يعني ده كمان وصف سطحي، نقدر نقول ان نسبة الناس اللي مهتمة بقصة كابتن مارفل اقل بكتير من الناس اللي مهتمة تعرف ايه علاقة كابتن مارفل بانفينيتي وور واللي هيحصل بعد كده. فيكفي تطلع لهم اللي هم عايزينه، كابتن مارفل بس. وكمان لمحة تانية انها لابسة الاوتفيت الازرق والاحمر مش الاخضر، يعني للانصاف كان المفروض يطلع على البوستر البدلة الخضراء. تقول لي ليه؟ اقولك تخيل معايا ان انفينيتي وور ده لسه منزلش، وده فيلم هيعرفني مين هي كابتن مارفل، فطبيعي تجيب لي صورتها بالاوتفيت اللي هيبدا بيه الفيلم، وتسيبني انا في الفيلم اشوف مراحل التغيير وهو وصل للالوان دي ازاي او اتغير ليه. انما هنا هو داخل على الجد على طول، بصوا اهو لوجو كابتن مارفل قد الداهيه وراها، مع انه كان ممكن يستغل المساحه دي في حاجات تانية، بس عشان انفينيتي وور قفل على العلامه بتاعتها، فالعلامه في الخلفيه وبالالوان دي بالذات لان الالوان دي الناس فاكراها. فاللي شاف انفينيتي وور والريليت لما يشوف البوستر ويتحمس اكتر انه يدخل الفيلم. ويعني كعاده بوسترات مارفل ما بتخلاش من البهرجه والابهار وانك تعمل غسيل للعين كده بالوان وحركات، بس على الرغم من كده في بعض النقاط السلبيه في رايي. اول واوضح حاجه هي طريقه الفصل بين الاحمر والازرق في العلامه بتاعت كابتن مارفل، هو عمل اطار برتقاني. اقول لك تمام، بس البرتقاني ده كان في الجزء الاحمر ما بقاش واضح، فمن بعيد ده حسسني ان في اطار برتقاني في الجزء الازرق ومش مكمل في النص الاحمر، او ان الاستروك او الاطار مقطوع، فكنت افضل لو شاله اصلا وساب اللونين ملتحمين ببعض بشكل تقليدي زي ده، او خلى خط الانفصال ما بينهم متوهج كده او لينز فلير. في هنا حته متشاله من رجلها مش فاهم ليه. في الجزء ده هو قصده ان النور المتوهج طالع من تحت المعدن، واشتغل على هذا الاساس وكانت النتيجه مرضيه، بس نسي الجزء ده. كنت شايفه محتاج انر جلو عشان احس بتاثير التوهج على اطرافه اكتر. وطالما بنتكلم عن التوهج، هو ظبط معاه في اجزاء، وشايف انه ما ظبطش معاه في اجزاء تانية زي الحته دي، يعني ما كانتش مستاهله الاجزاء اللي طالعه زي السام بيرست دي، حسستني انها ماسكه ليزر في ايديها. انا مقتنع ان راسها متركبه على جسمها وانها عايزه تصغر سنه، ولو اخدت الصوره دي از ريفرنس فرقبتها طويله زياده، وكان المفروض راسها هتنزل عن كده شويه، واصلا تحس ان في حاجه مش مظبوطه في راسها، يعني البوز بتاع الجسم مش مظبوط قوي مع وضع الراس، يعني لو كده امثل وضع للراس هيكون انها تبص الناحيه دي، ما تبقاش فرونت كده. والحقيقه دي عاده مارفل لما تعمل اوتفيت او بدله تركيب، يعني شوف فيديو انفينيتي وور اتكلمت عن بدله ايرون مان وتركيبها السيء، مش ايرون مان بس، ده كمان بدله وور ماشين كان تركيبها سيء، وللاسف ده مش في البوسترات بس، حتى في الافلام من ساعه ما بطلوا يعملوا البدل الحقيقيه وبداوا يعتمدوا على السي جي اي وهي ما ظبطتش هم ولا مره في رايي. وفي مشاهد كتير تقدر تقول ان الارمور او الاوتفيت شكلها فيك، واحسن مثال على اللي انا بقوله فيلم افنجرز ايج اوف الترون وبلاك بانثر. ارجع للبوستر، البقعه البيضه دي كنت احب انها تستخبى وراها شويه عشان شكلها مش لطيف وجاذبه للعين جدا. الطيارات اللي على اليمين والمراكب الفضائيه اللي على الشمال بتفكرني ببوستر جارديانز اوف ذا جالاكسي فوليوم 2. عجبني جدا الخطوط اللي بتبين لك ان المركبه دي بتتحرك، وعجبني اكتر ان هم ما استخدموش فلتر الموشن، اللي دي حركه بدائيه جدا الحقيقه. بس للاسف المراكب والطيارات
محطوطين بشكل عشوائي وملهمش نمط او مش مترتبين زي بوستر جارديانز، يعني مركبتين نازلين وثلاث طيارات طالعين، تحس ان الشكل غير مريح للعين ومش موزون، في حتة عشوائية. لو كملت الرمز بعينك هتلاقي ان الحتة دي زيادة موجودة في اليمين مش موجودة على الشمال، ده عنصر من عناصر وجود تقل في الجزء اليمين عن الجزء الشمال. حاجة ممكن تبقى صغيرة ان انا حاسس ان اسم الفيلم محتاج يكبر سن عن كده، ويعني في المجمل البوستر جه مخيب لامالي بعض الشيء. يعني من ساعة ما عرفنا ان في حاجة اسمها كابتن مارفل وصور بري لارسون بالاوتفيت مغرقة النت وبنفس البوز ده او بوزات مشابهة ليه، فكون البوستر يجي بالصورة النمطية المعتادة دي حاجة مش لطيفة في رأيي. كمان كان في امكانية تاخد صورة ليها بالاوتفيت الكامل بالخوذة بقى وهي طايرة مثلا، وتكون الصورة مليانة ديناميكية وحركة بدل ما الصورة ثابتة وعمال تحشي البوستر اضواء وانفجارات وتفاصيل عشان تحسسني بحركة فيه. وبرضه لو الصورة بالخوذة دي كانت هتبقى حاجة نوستالجيك كده للناس اللي كانت متابعة الكوميك بوكس دي. مش هتكلم عن الفان ارت لانهم كتير الحقيقة، بس اكتر واحد لفت انتباهي كان ده، كويس شكله لطيف بس فيه اخطاء كتير. وبس كده، دي ملاحظاتي على البوستر. لو عندك ملاحظات تانية قولها في الكومنتات، ولو عندك اقتراح برضه ما يضرش قوله في الكومنتات، وبص بصة كده على الفيديوهات دي، وشكرا جزيلا.